بالك، ما بك يا مارسيلو، مارسيلو ما بك يا مارسيلو؟ هل أن غياب كريستيانو أثر عليك يا مارسيلو؟ هل أن ابتعاد رونالدو جعلك تفقد في داخلك شيء ما مهم في ريال مدريد أو مع ريال مدريد؟ لاعب اللي كان لسنوات يتألق مع النتبة البرتغالي، وكثير من المرات كان في تناغم بينهم، وفي كان في احتفالات في الأرضية الملعب بينهم، وكان في كثير من المباريات قيادة مدريد الانتصارات من هذا الثنائي بالذات. أظن أنه مارسيلو، وهذا رأي شخصي، أنه لم يعد بذات الشغف اللي كان عنده مارسيلو في الفترة السابقة في ريال مدريد. عارف لما أنت تفوز بكل البطولات وتحقق كل الأمنيات وتحقق كل ما يحلم فيه أي لاعب، ينقصك الحافز، ينقصك بعد ذلك تفقد الشغف، الحافز المهم لكي تعود كما كنت متألق في قمة النجومية. لكن هذا الأمر يمكن أن يعود لمارسيلو في وجود زيدان الذي أعاد اكتشافه وأعاد الحياة مرة أخرى لبعض النجوم لتقديم أنفسهم بشكل أفضل في هذا الموسم بالذات. انهض يا مارسيلو، انهض يا مارسيلو، لا زالت لديك بعض الأيام في ريال مدريد، انهض يا مارسيلو وعلم العالم من أنت يا مارسيلو، أعد العالم ذلك الظهير الطائر البارع المبدع اللي عنده القدرة على الابتكار والقدرة على بناء الهجمة والقدرة على إظهار شكل هجومي جميل لريال مدريد والقدرة على تقديم جبهة يسرى قوية في ريال مدريد. مارسيلو للجهة اليسرى اللي اعتاد أن يتألق فيها ليلعب فيها مارسيلو. هل يعود مارسيلو كما كان في قمة مستواه مثل ما كان على مستوى الجهة اليسرى لريال مدريد؟